الله سبحانه جل وعلا من لطفه من كرمه من جوده من إحسانه ما خلقنا من أجل أن نتركنا عبث، لا والله خرجنا من أجل أن نكون عمار في الحياة، صدق، من أجل أن نبني هذه الحياة، من أجل أن نكون في الحياة إيجابيين مؤثرين ملهمين معطائين. الله سبحانه يقول في آية جميلة لعلها مدخل، الله جل وعلا يقول في التغيير، ماذا يقول الله جل وعلا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عندما ينوي الشخص ذكر أنثى رجل امرأة شاب شابة شاب أو فتاة، عندما بس فقط ينوي التغيير سيتغير حتما. فسبحان الله انطلق في الحياة، تجدد في الحياة، خطط الحياة، احتك بالمحيط الإيجابي، شروا من عندي وشروا الطيب شروك الطيب وشروا السامعين. عندما تحتك بالإيجابيين تصبح إيجابي. فاليوم يعني هل في، يعني بقطع كلامك معلش، بس أنت بدأتها بالسعادة، يعني هل هناك رابط بين العطاء إنك تكون معطي؟ يعني أنت دحين تبي تخرج من محفظتي فلوس تقول أنا أعطي الناس فلوس وأنا أصير سعيد؟ كلام جميل. يعني هل في ربط بين العطاء وبين السعادة؟ أنا أخليه هو سعيد بس أنا أكون سعيد، أنا فلوسي حتنقص كيف؟ شوف معلوماتك تحتاج إلى 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 ورشة. نعم. تمر على الميكانيكي والسمكري والكهربائي. أستاذ عبيد فاهم الحياة. فاهم الحياة، فلذلك سؤال مركز، سؤالك جوهري. الله يكرمك. إحنا نظن أننا عندما نعطي ننفق أننا سبحان الله ربما أن من أن نفتك، لا. أنت عندما تعطي حتى لو بالقليل ستسعد في البداية، أنت أول رقم لك أنت. يعني تخيل معي الفقير عندما تعطيه أو المحتاج أو الصديق هدية معينة أو حتى أهل بيتك، أهل بيتك إنفاق أهل البيت لو في سعادة، خيركم لأهلي. حنا نظن سبحان الله معادلة خاطئة، معادلة تحتاج إلى 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 فهم أوسع. لا يا حبيبي، سبحان الله العظيم من أسماء الله جل وعلا وصفاته المعطي والمحسن والوهاب والجواد، شوف الأسماء، والمنان من صفاته كما قال بعض أهل العلم، والكريم، وسبحان الله كل هذه أسماء، أسماء عطاء، أسماء جمال، أسماء سبحان الله توحي لأن العطاء يجب أن يكون حاضرا. سبحان الله العظيم، الأشخاص السعيدين في الحياة، الأشخاص الإيجابيين في الحياة هم أصحاب العطاء دائما، وليس العطاء بالمال، لا لا لا، قد يكون العطاء بالزيارة، العطاء بالكلمة، العطاء بالشفاعة، العطاء بالبسمة، العطاء بالحضور، العطاء بالمشاركة، العطاء حتى بالكلمة، العطاء بالريتويت الآن، العطاء بالمساندة، صح، العطاء أعطوني الدعاء بالدعاء بالوصل بالابتسامة، لا نحجر أو نحكر أو العطاء بالعلم، بالعلم لا لا، لا تحاول أنك تحجر العطاء في مفهوم ضيق، لا، هو عطاء. فالذي يعطي دائما هو الشخص الذي يسعد في البداية ويسعد في النهاية. بشرى لطيبة من نبيتها خيا وتآفا ولمن تصدق أو عساها.